قانون لا يحمي المغفلين، وهذا هو اللي خلى الفرقة الوطنية تخلي نعيمة البدوية تحت الحراسة النظرية ويتم المتابعة ديالها في حالة اعتقال من بعد ما كان الغباء والسذاجة ديالها هو اللي خلاها أنها تطيح طيحة ديال العمر بالنسبة ليها. وزادت كملتها بالتصريحات ديالها في التحقيق، وهنا خوتي خاصكوا تعرفوا بأن التحقيق مع الشخص والتصريحات ديالو وداك الشيء اللي كيقول هو اللي كيخلي الفرقة الوطنية واش تبين البراءة ديالو ولا تثبت عليه التهمة. وهذه النقطة عندكم عليها مثال ديال عصابة حمزة مونبيبي، حيث أي واحد كيغلط فاش كيديروا معه تحقيق راه كيطيح، وأي واحد واخا يكون أكبر متهم في القضية إذا كان عارف شنو كيقول في التحقيق واخا متهم الفرقة الوطنية ما كتعتقلوش، حيث قدر يقنعها بأنه خارج الاتهام. الواحد خاصو يكون ذكي وواعي وعارف أش كيقول. نعيمة البدوية خرجت عليها السذاجة ديالها في الفيديو الأخير، وخرج عليها الفم والتصريحات ديالها اللي كانت كتقول القانون لا يحمي المغفلين، القانون كينص على أن الاعتراف أقوى وأكبر الأدلة. يعني التصريحات والاعترافات ديالها خلتها تغرق غرقة كبيرة بأدلة قوية ضدها. فاش دخلت نعيمة البدوية في التحقيق لقات ضدها أكثر من 400 شكاية، وهذا الخبر اكدته شوف تيفي. الفرقة الوطنية ما لقاتش القبض على نعيمة البدوية غير بوحدها، حيت حتى الشخص اللي كيصورها حتى هو لقاته متورط وجمعتهم كاملين. حتى المصور متهم في المشاركة في إهانة هيئة منظمة وتوزيع أقوال وادعاءات كاذبة. وهنا الخبر اللي كاين بأن نعيمة البدوية اعترفت بالغلط ديالها في التحقيق ورمت الثقل ديالها كامل على الشخص اللي كيصورها بأنه كيتحمل المسؤولية الكاملة بحكم أنها مقارياش وأمية، عكس المصور اللي واعي بداك الشيء اللي كيدير. الأخبار اللي عندنا كتقول بأن نعيمة البدوية غرقت غرقة ديال بصح، العقوبة ديالها يقدر تتجاوز 3 سنوات أو أكثر. القضاء والقانون خاصو يدير الخدمة ديالو، اللهم لا شماتة ما نبغيوهاش ليها، خصوصا هي مرأة كبيرة في السن وما قارياش ما واعياش. ولكن القانون خاصو يدير الدور ديالو، واللي دار الذنب يستاهل العقوبة. التحقيقات مازال مستمرة، الأسبوع القادم غتكون جلسة ديال نعيمة البدوية هي والمصور ديالها باش يواجهوا التهم اللي كاينه ضدهم في هذه القضية. المحامي ديال نعيمة البدوية كيأكد بأن الاعترافات ديالها ماشي في الصالح ديالها وأن القضية شوية صعبة، ولكن هو كيتيق في القضاء وغايدير الدور ديالو. خوتي أي جديد كاين في هذه القضية ضروري نقسموه معكم. الله يسهل عليكم أخوتي. إوا ولي أخوتي، ماشي أنا اللي حبست نعيمة، أنا غير قاعد تريي، أنا تاني هدرت مالكم معايا. يا شوفوا اللي غادي نشوف اللي غادي يجي من القناة شي حاجة الشكاية منه، انتو راكم ورطين حتى انتوما، فهمتوا؟ اجي غيانا فوتر ديروا لو بوس، انا ما عايشاش من الفلوس نتاع يوتيوب كيما انتوما، داكور؟ ايوا دابا مشي سيروا عاوديها لهم، نهضر نالي ناد الحسن قالتو كتهضروا في الحسن، على حقاش الحسن ما كيعطي لكمش، ما كيعاود لكمش في الزابونمان، ما كيعطي لكمش فاش تطلعوا. ايه من نعيمه دابا ايوا روح تزمام دي الدبوز رخو، انا ما عايشاش بيوتيوب، انا الحمد لله انا كنديرو غير باش نعاون لي بوبغ، جي بار بور لي بوبغ. ديروا لو بوس ولا ديروا حتى رجلكم، رفدوا رجلكم في السماء وهودوا، جي غيانا فوت دو فوت غيال، ما عرفتوش حتى نتوما غادي تورطوا اصحاب النعيمه، غادي تورطوا القناه اللي كتخرج عندي كدير ليا لو بوس ولا هضر على نعيمه. ديروا حتى رجلكم، جي غيانا فوت ما شقيتونيش جوزا ميرد.